متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، إليكم حصيلة اليوم. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 6 من يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8071 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ماروك بويما أن عدد الحالات التي تمثلت الشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7260 حالة بعد تمثل 20 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفيات في 202 حالة، وبلغ عدد حالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي 267270 حالة. وتهيب وزارة الصحة المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، كنتواجدوا في بالقبة بمنطقة ودملين، منزل اللي كنعرف حالات إصابة بكورونا، لكن الحمد لله النفسية مرتاحة والمعنويات موجودين وصفر حالة بهذا المنزل. والناس شكروا جميع الناس، لا أطر طبية لا سلطة لا عامل عمالة إقليمية ممتازة، للناس قاع اللي عاونوهم نفسيا مرتاحة. حنا كنتواجدوا بالمنزل بالقبة بمنطقة ودملين. أعيد عليكم البلاغ متابعي قناة شوف تي في. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 6 من يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8071 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب كوفيد ماروك بويم أن عدد الحالات التي تمثلت الشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7260 حالة بعد تمثل 20 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفيات في 202 حالة، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل المخبري السلبي 267270 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، أول مرة بودملين وأول مرة بالقبة شوف تي في، كتشكر العائله اللي استقبلتنا، كنشكر العائله اللي حبت بينا. نقول لكم طاب يومكم ونتمنوا هذا الوباء يترفع علينا. من قبه بوادم ليل اقول لكم نهاركم مبروك متابعي قناه شوف تي في.